أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة شمال سيناء تم افتتاح 3 مشروعات تنموية وخدمية بالشيخ زويد. في البحيرة تم تنظيم معرض الملابس الجديدة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في 6 قرى. أما في سوهاج فتم تطوير وإعادة إعمار 42 منزل. وفي المنيا كمان في شوان وصوامع المحافظة استقبلت 48 طن من محصول القمح. خلينا نروح مع حضراتكم نعرف تفاصيل أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء افتتحت المحافظة 3 مشروعات تنموية وخدمية في مركز مدينة الشيخ زويد، هي رفع كفاءة 130 وحدة سكنية ومبنى إدارة تموين الشيخ زويد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، ومدرسة الفرابي للتعليم الأساسي بتكلفة 11.1 مليون جنيه على مساحة 2185 متر مربع، بجانب توفير 5 سيارات فونتاس لتوفير المياه للمواطنين بالشيخ زويد. في البحيرة شهدت المحافظة تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بمركز أبو المطامير لدعم 550 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين ب5 قرى. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 11 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 158 رحلة طيران بيستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أنه بيجري حالياً أعمال رصف طريق أبو عمر شرق مدينة كفر الشيخ ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجاري المائية بجانبي طريق كفر الشيخ الدائري القطاع الأوسط أبو عمر، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية قبل البدء في أعمال الرصف. في سوهاج أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 42 منزل بقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، وتم إعادة الإعمار والفرش للمنازل على أحدث طراز وفي وقت قياسي ولاقت قبول واستحسان أهالي القرية. في الأقصر عادت مجدداً رحلات البالون الطائر لتزين سماء الأقصر بعد توقف لمدة 2 يوم بسبب العاصفة الترابية وشدة الرياح واتجاهها ناحية الشرق، وانطلقت من أرض مطار البالون امبارح 50 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1400 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، حيث تشتمل على المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة اللي تم إنشائها مؤخراً، وبيتم استكمال منطقة الملاعب وأعمال السور الداخلي وأعمال الكهرباء واستكمال تسوية الطرق الداخلية مع مراعاة الهوية البصرية في أعمال التشطيبات وتوحيد نمط ومقاس شعار المحافظة على المباني المختلفة.